في تيمور الشرقية يواجه الناس مهمة تأمين أبسط متطلبات الحياة، غير أن هذا لم يمنعهم من متابعة كرة القدم والاهتمام بالضيف القادم من الشرق الأوسط. ويبدو الملعب الوطني في حال رديئة، أرضية مليئة بالحفر وعشب غير صالح للعب. المسؤولون عن كرة القدم في تيمور بادروا إلى الاعتذار مرارا عن استضافة المنتخبات المنافسة بسبب ضعف الإمكانات. أرسلنا إلى فيفا خطابين، وكان الرد على الخطابين بذات الإجابة بأن على تيمور الشرقية أن تستضيف المباراة، لذلك لم يكن لدينا أي خيار آخر بأن نستضيف المنتخب السعودي في 17 نوفمبر. لم يحضر إلينا أحد من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو غيره لتفقد الملاعب أو فنادق الإقامة قبل مباراة السعودية. لدينا إمكانيات محدودة على صعيد الفنادق والمواصلات، نحن بلد ناشئ تأسس للتو. في تيمور لا يوجد لدينا أي فندق من 5 نجوم. المنتخب السعودي طلب 54 غرفة لوفده، ما سبب لنا صداعا كبيرا. لذلك طلبنا مساعدة الفيفا بنقل المباراة إلى خارج تيمور، لكن ردهم كان بالرفض. تيمور التي تخطو خطواتها الأولى في عالم كرة القدم تأمل بتجاوز مصاعب الاستضافة قبل المنافسة في التصفيات.